امبابه فيصل المنير. كبيره شويه عشان مشوار طويل. كده تمام كده يا عم؟ ايوه 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 ايوه. بس هي دي، هي امك شارب حاجه ولا ايه؟ هو في حاجه عندنا تتشرب؟ على فكره انا ما شربتش حاجه. اللي انت بتعمله ده قلت لك 100 مره ما ترميش كده في الشارع، ارميه على جنب. هو ايه اللي على جنب يا حيوان انت وهو؟ ده المستخرج اللي احنا دايخين عليه من الصبح. يبقى كده فضلش على حاجه واحده بس، نلاقي المطرب وكده يبقى خلاص. جدع على عسليه، قلت لكم ما تاخدش عسليه معانا، ما بيفهمش في الحاجات دي. ما بيفهمش بتقول له جدع على ايه؟ هنلاقي فين المطرب ده ان شاء الله. قبل اي كلام بقى انت وهو، المصاريف اللي انا عمال اصرفها دي مين هيرجعها لي؟ مصاريف؟ مصاريف الا الشيطان يا حبيبي. انت تطلع مصاريف؟ ده انا ما شفتكش حطيت ايدك في جيبك طلعت نص جنيه. وانت هتشوفني ازاي يعني؟ المكتب هناك كان مترشق كله كاميرات عم زمارة، عايز نودي نفسي في داهية؟ أنا خدت مصلحة على جنبه وكرمشت له 100 جنيه. أنت معاك 100 جنيه يا عم؟ أنت لو معاك 100 جنيه ما تجيش معانا أساساً. بعدين الراجل ما كانش فاكرك. بقول لك إيه يا متر؟ اكتب يا أخويا اللي أنت بتصرفه وإحنا هنبقى نحاسبك. أكتب؟ كله مكتوب يا حبيبتي أصلاً. أهو. بسم الله الرحمن الرحيم. رشوة مصلحي 100 جنيه، دمغة 10، سجاير 30، مصاريف ونسريات ودبدوب 25 جنيه. ايه؟ وبتعمل بقى ال 25 جنيه دول ان شاء الله؟ جدع عسليه. دول دبدوب الفالنتين عشان مراتي. انا قريت لي الشعر محمود ياسين. مين؟ محمود ياسين. محمود ياسين بيشعر؟ ايوه بيشعر. المهم عن الفالنتين، وقال في الكتاب بتاعه ان قال لي دبدوب ب 37 جنيه، وهو كذلك انك كذاب. وهو كذلك انك كذاب. بتكذب. ده كده؟ كده يا ولاد امبابة، بعد التعب اللي انا بتعبه عشانكم تطلعوني كذاب. خسارة. خلاص ما تزعلش، خلاص بقى يبقى ليك مصاريف يا اخي. مصاريف البطن بتتخان. خلاص ما تزعلش يا عم عمرو، ليك وهتاخد يا عم. خلاص كلنا عارفين ان عمرو عايز مننا فلوس. هات 10 جنيه بقى. ويا ريت انا كمان 10. وانا 15. بتوع ايه دول؟ بتوعنا. عم طب ال 10 جنيه ماشي. خلاص يا عسليه هات انت 10 جنيه. عسليه عسليه. وفي اطار زياره مجموعه ضخمه من نجوم العالم لتنشيط السياحه في مصر وتحت شعار مصر يا حته مني، معانا النجم العالمي المكسيكي حموده انطونيو النهارده في برنامجنا. عشانك يا مصر انتظرونا الساعه 8 مساء. اذا وقد اقر المزمن فيه وطني الناس. اطمن يا حاج، ابنك ما ياخدش 5 دقايق حبس في القضيه دي. ازاي يا باشا؟ ده اعترف بنفسه على ذات نفسه. عشان حمار. ايه؟ عشان متربي. ربنا يخليك. انت ما تعرفش انا عملت ايه في قاعه المحكمه. زلزال زلزال يا حاج. طويله وسموا في المهم. الله الله على فصاحتك يا استاذ. ايه البلاغه ديت؟ ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. اشكرك اشكرك اشكركم اشكركم جدا اشكرك. مساء الخير يا بحر القانون. اهلا 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 يا هجرسي بيه. اهلا وسهلا. خطوه عزيزه في ميعادك بالظبط. هجرسي بيه ابو الهجايز من عيله هجس، جنتل بارمان كبير في شط العجمي على البحر، اخد ناصيه. والله والله مالك عليا يمين، الغالي ما يعرف الا الغالي. ما عرفتناش بالجلابيه. الحاج منصور الكلوي. الكلوي من عيلة الكلوي، ما حدش يعرف عنها حاجه. مشهوره؟ مشهوره جدا. طبعا طبعا. ابنه تامر هياخد اعدام الاسبوع الجاي، موكل عندي. موكل عندك؟ طب ما توكلنا حاجه. وايه اخبار شحنة اللحمة البرازيلية يا هجرس بيه؟ والله شحنة اللحمة خرجت خرجت ولم تعد. ترجع بالسلام ان شاء الله. معلش يا متر انا اتأخرت لاني ما لقيتش ركنة
باركنج. انت عارف العربية بتاعتي 9 متر في 4 فدان. الراجل الباركنج يحب الباركنج. المفروض نقول ايه تاني؟ الاتعاب. 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 معلش كده انا اسف لا مؤاخذة. ده مبلغ ب500 جنيه. 1000. 500 ألف جنيه. ليه؟ لأن في شيك في النص هنا ب400,554 ومعانا 500 كانوا في إيدي، يبقى الحساب 900 جنيه. 1000 جنيه مصري لا غير. ودي إشاعة أنا لسه عاملها، أنف وأذن وحنجرة وكزبرة مالهاش دعوة بينا خالص. المفروض تقولوا لي بس الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا باشا. باشا أستعجز أنا بقى أروح أجيب لك شنطة من ديت بقى وأجي. ها باشا شرفت جدا يا باشا بيك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. مع السلامة يا كلاوي. مع السلامة. اطمن على ربك. شرفت ونورت يا كلاوي. ايه رايك وحياه امك؟ الله يخرب بيتك. ايه ده؟ جايب لي فلوس خمسات وعشرات وعشرينات. انا مالي يا عمرو، ما انت اللي جبتهم. تقوم تجيبهم لي كده قدام الراجل؟ بس عملت الدور حلو صح؟ عدت الحمد لله. الحمد لله. شفت اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اخوكوا. اخويا مال؟ طلع مطرب عالمي. ما شاء الله. ده جاي يصور اغنيه في مصر بكره. اغنيه هنا؟ وعلى فكره التلفزيون عامل معاه لقاء النهارده الساعه 8. الساعه 8 ولا بكره؟ النهاردة اللقاء بكرة الغنوة. ماشي ماشي. طب هات 20 جنيه بقى. انت متأكد يا عمرو ان هو ولا مش هو؟ احسن نكون فاكرينه هو ويطلع في الاخر مش هو، هيبقى شكلنا مش هو. اصل مش معقول يعني المكسيك بمكسيكياتها كلها ما فيهاش مغني واحد غير حمودة ده، يبقى هو ولا مش هو؟ انا محتار، هو ولا مش هو يابا؟ يا ابني اسمه زي ما عندي في الورق بالظبط، حمودة انطونيو جونزاليس. وبالعربي؟ حمودة انطونيو جونزاليس. طب وبالمكسيكي؟ هقول لك انا بقى، حمودة انطونيو. بس بس ما تخليش امد ايدي عليك عسليه. تضرب اخوك يا زناره. ايوه اضربه. ايه اللي بقى؟ ايه فيها؟ ايه؟ قول لي يا عمرو، هو البرنامج ده هيجي امتى؟ هيجي الساعة 8. 8 8 ونص يعني. اشمعنى يعني؟ ما انا استحالة يا عمرو اقابل اخويا اول مرة يشوفني في البرنامج واكون لابس لبس منزلي، لازم اغير. يا اختي زملة، طلع عمرك شيك وانيق. انا نفسي افهم بتطبليله على طول ليه كده؟ انتوا ناسيين حاجة مهمة قوي، هي القناة دي باشتراك ولا من غير اشتراك؟ ايه ده؟ قال يعني لو باشتراك انت هتدفع؟ يا انت راجل اللي بتدفع فاتورة مية ولا جاز ولا اي حاجة؟ يا انت راجل قتل. اعتلم نفسك عسلية، ده مهما كان ابويا. ابوك يا راجل بص البيجامة اللي لابسها. بس ما تخليش اقوم اقتله دلوقتي. وانت ايه اللي انت بتقول انت كمان يابا؟ البرنامج جاي على القناة الاولى. الاولى؟ هنقول ايه؟ مالك مستغرب كده؟ هي ايه الاولى على الفصل؟ اسكت يابا اسكت. هو اتأخر كده ليه؟ يا بنت اصبري هيجي بعد الاعلانات. اللي قولها يا عم، هي المكسيك دي بعيداً عن القاهرة؟ المكسيك دي بعد أبو ظبي. وأبو ظبي دي بعيداً عن المكسيك؟ شت اسكت. يعني المكسيك فين؟ في أمان.